السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. ومرحبا بكم في القناة. نهار جديد وفيديو جديد. يوم جيت إن شاء الله نشارك معكم باهية على الطريقة الإسبانية، كتجي جديدة وسهلة في طريقة ديال التحضير. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. خليكم معايا حتى الآخر ديال الفيديو وفرجة ممتعة. ندوزن المقادير. عندي هنايا واحد البصله كبيره قطعتها مربعات كيف ما كتشوفوا معايا، وعندي هنايا جوج ديال الدروسه ديال الثوم. انا هنايا قطعتهم طروفه صغارين، يمكنكم تحكوهم. عندي هنايا واحد مطيشه كبيره قطعتها مربعات. عندي هنايا فلفله خضراء والفلفله حمراء حتى هما قطعتهم مربعات. بالنسبه للحوت عندي هنايا الكالاماريس، الميخاس، ميخيونيس والجامباس. هادو هما الانواع ديال الحوت اللي استعملت. بالنسبه للارز انا عندي هنايا زلافه ديال الارز الاصفر. عندي هنايا زيت المائده وزيت الزيتون. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج الملح، شويه ديال الكيمون، شويه ديال الابزار، غادي نحتاج التحميره، غادي نحتاج ايضا الزعفران او الملون الغذائي باش يعطينا اللون. وعندي هنايا العطريه ديال السمك. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج طريقه ديال التحضير الباهيه. ندوزو على بركه الله طريقه ديال التحضير. انا هنايا عملت المقله ديالي، عملتها على النار وشعلت عليها. عملت هنايا زيت الزيتون، غنزيد عليها زيت المائدة. كنعملو قياس ديال الزيت اللي غادي نشحرو فيه الخضروات ديالنا. كنزيد عليهم جوج ديال الدروسه ديال الثوم اللي كنت قطعت، يمكنكم تحكوهم. كنشحرهم مزيان في زيت الزيتون وزيت المائده. كنزيد عليهم واحد بصله كبيره مقطعه مربعات. كنشحروا مزيان مع التومه ومع زيت الزيتون وزيت المائده. كما شفتوا معايا انا هنايا زدت مطيشه من بعد ما شحرت البصله مزيان مع التومه في زيت الزيتون وزيت المائده. كنزيد عليهم مطيشه مقطعه مربعات. الا بغيتوا تحكوهم كتحكوهم، انا هنايا بغيت نستعملهم هايده مقطعين حسن، لان البصله والمطيشه ما غادي يبقاو ناشي من بعد كيبانوا يعني كيدوبوا.
مشحات البصلة مع مطيشة مع التومة لزيت الزيتون وزيت المائدة، كنزيد عليهم فلفلة حمراء وفلفلة خضراء وكنعاود كنشحرهم مع بعضياتهم. بعد ما شحات الخضروات مع بعضياتهم مزيان، هنايا انا كنزيد الكالامر كيف ما شفتوا معايا، النص قطعته والنص خليته دوائر. كيف ما شفتوا معايا انا هنايا ما عملتش جلبانه وما عملتش جعده، اكتفيت غير بالفلفله الحمراء والفلفله الخضراء والبسيله ومطيشه والثوم. صراحه الله كتعجبني باهيا هيدا، حيت كتجي خفيفه وكتجي لذيذه. ونتمنى هذه الطريقه هذه اللي شاركت معاكم ان شاء الله تعجبكم. شفتوا معايا من بعد ما شحت الكالامر مع الخضروات ديالنا، كنزيد هنايا تحميره كنزيد الملح. الملح دائما على حسب الذوق والواحد والذوق ديالو. كنزيد هنايا ملون غذائي او الزعفران باش يعطينا اللون. يمكنكم تستعملوا ايضا الزعفران شعره حق ما يعطيناش نفس النتيجه ديال اللون اللي بغينا. كنزيد هنايا شويه ديال الابزار، شويه ديال العطريه ديال السمك او العطريه ديال الحوت. يمكنكم تستعملوا حتى العطريه ديال الباهيا، كتبع سبيسيال كتبع في الميركادونا اللي بغى يستعملها. انا هنا اكتفيت فقط بالعطريه ديال الحوت. كنزيد هنايا شويه ديال الكيمون، كنخلط جميع المكونات مع بعضياتهم وكنخليهم يتشحروا لمده ديال 10 ديال الدقائق. انا هنايا عملت الطنجره، عملت فيها الماء وعملت فيهم شويه ديال الملح. غادي نعمل فيهم الميخاس والميخيونيس من بعد ما غسلتهم، بالخصوص الميخيونيس خصهم يتغسلوا مزيان. كنخليهم في الماء حتى كيغلي ويتفتحوا، ساعه كنحيدوهم وبديك الماء غادي نصفيهم وغنمرقوا الروز ديالنا. كما كتشوفوا معايا ها هما الميخاس والميخيونيس بداو كيتفتحوا لنا، غنخليهم شويه حتى يتفتحوا لنا مزيان وعادي نحيدوهم من الماء اللي فيهم وديك الماء عادي نصفيوهم بيهم باش عنمرقو الباهية ديالنا. شفتوا معايا من بعد ما شحرت الكالامر مع الخضروات ديالنا لمدة ديال 10 دقائق، كنزيد عليهم هنايا الجامباس وكنشحرهم غير شوية مع باقي المكونات. انا هنايا عادي نزيد الروز الاصفر من بعد ما غسلته وخليته في الماء لمدة ديال 5 دقائق. كنخليوها في الماء لمدة 5 دقائق باش ملي كيكون الروز كيطيب دغيا كيطيبنا ما كيتعطلش معانا. كنشحر كلشي مع بعضياته.
كيف ما شفتوا معاياها والروز من بعد ما شحرته مزيان مع الكالاماريس ومع الجامبا والخضروات ديالنا. انا ناي الجامبا طيبتها بالروز ديالها ما حيتوشي، فضلت نطيبه مباشره مع الروز ديالنا وما نطيبوش في الماء لان كيعطينا نفس النتيجه واحسن من اللي كيكون طيب في الماء. عاد حنا غنسقطو بالماء ديالو، يعني نطيبو مباشره احسن. وفضلت هنايا نمرق الروز ديالي بالمرق ديال الالميخاس والميخيونيس، فضلت الطريقه هذه ودائما كنستعمل هذه الطريقه هذه، كتجيني لذيذه وكتجيني احسن. كما شفتوا معايا انا هنايا كنمرق الروز ديالي بالمرق ديال الالميخاس والميخيونيس. شفتوا معايا انا هنايا من بعد ما مرقت الاروز ديالي بالمرق ديال الالميخاس والميخيونيس، زدت عليهم شويه ديال الماء كثار باش الاروز ديالنا يجبر فين يطيب. عندي هنايا الالميخاس والميخيونيس ديالي، عنستهم هنايا على للاروز ديالنا على هذا الشكل هذا. كتشوفوا معايا من بعد ما استفت ميخيونيس والميخاس المقيله ديالنا كنقصولها وكنخليوها على نار مهيله طيب على خاطره. هذا هو الشكل النهائي ديال البايا على الطريقه الاسبانيه من بعد ما وجدت. زينت هنايا بقطع ديال الليمون ورشيت عليها شويه ديال الزعتر اولا اوريغانو، كتجي لذيذه وسهله في الطريقه ديال التحضير. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. كنتمنى الباهية تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتعجبكم. الى عجبكم الفيديو اليوم ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات ديالكم، واللي باقي ما اشتركش في القناه مرحبا به ويشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا الجديد. شكرا على الدعم ديالكم، بكم انا كنعطي كثار وكنزيد من القدام. شكرا على المشاهدة والمتابعة، وبسلام عليكم. تلقوا فيديو آخر إن شاء الله. بسلام عليكم.